غسان، شو نمت؟ لا يعني انت ما اشتقت لزهرة؟ معقول ما اشتاق لها؟ طبعا اشتقت لها. لكن ليش لهلأ ما حملتها ولا حتى بستها؟ استنيت دوري. بنتي، حبيبتي، رجعتي عبيتك يا بنتي الحلوة. غسان، نعم. انت كان بدك تقلي شي. امتى؟ لما احمد جاب لزهرة على البيت. مو مهم هلا. بخصوص ابوك ما هيك؟ ايه، بس خلص مو مهم. ماشي؟ الو، احمد هو اللي اخذ زهرة من ايدك. غسان، انا اللي طلعت بالخجلة. بابا، نيفين صارت بتحبه لاحمد اكتر من قبل. برافو عليك، وهيك بتكون اعطيته بايدك الفرصة لاحمد ليأذيني. انت رائع، برافو عليك. غسان، كانت رح تزبط بابا. عشوي كنت رح ترجعني لعندك، بس ما مشي الحال. خطتك ما مشي حالة مع الأسف. بس بتعرف شغلة، أحمد لما أخذ زهرة منك قدر يخلصني. أحمد قدر يخلصني منك بابا. هي كمان عملتها فيني، هي اللي كانت ناقصة بابا. الله يلعنك. عثمان ما نام لهلا؟ لا نام. ضل متذكر انه بدي من هي المقلاية. من زمان باع واشترى تقطيقة. يا الله. بس اللي مريحني رجعت زهرة لحضن امها. انسي بقى، على القليلة خلصنا من اول مشكلة. الحمد لله. يلا لشوف، قوموا على النوم لانه بكره في عنا غير مشكلة. خلونا نرتاح هلا. امي، بكرة أنت ارتاحي، لا في مشغل ولا في شغل. بكرة من بكير نازلة على البسطات. على البسطات؟ ايه. ليش؟ الشغل مانو منيح بالمشغل، والمحلات ما عم يقبلوا ياخدوا البضاعة لأنه كنان راح لعندن وهددن ومنعن ياخدوا من بضاعتي ولا قطع. بابا معه حق، إذا ما قتلناه ما رح نرتاح. أمي اسمعني منيح، أنا ماني ناقصة مشاكل جديدة. أمي، شو رح تعملي بالبسطات؟ رح نبيع البضاعة اللي ما انباعت. انسي أمي انسي،
أنا بكرة بروح بعمل حفلة وبعطيكم المصاري. لا ابني، هذا ما نو حل. في عنا بضاعة بالكراتين ولازم نبيعها. معناته رح أنزل وقف معك على البسطة. معقول هالحكي؟ أنت صرت مطرب ومشهور، مو ناقصك غير إنه ياخذوا لك صورة وينزلوها بالجرايد. أساساً هي مو أول مرة بتنزل صوري بالجرايد. بس باقي التلفزيون ما نزل صوري. إذا بتنزل معي وقتها التلفزيون رح يصورك على البسطة. أمي بيجي معك. لا إيلين، ما بصير إنك تتعبي، لازم أنت تضلي مرتاحة. كيف رح تقدري لحالك على هذا الشغل أمي؟ أنا ماني لحالي، سلمى بتساعدني وستكن رح تجي، منتناوب مع بعضنا. هلأ فهمتها، مالي لزوم معكم، أنا نعست ورايح نام. يلا تصبحوا على خير. تلاقي الخير. تلاقي الخير. أمي بعد بكرة بدنا نروح أنا وطارق على دائرة النفوس، بدنا نبلش بمعاملة الزواج. مو أول لازم يجي يطلبك؟ أمي سهيل عم يضايقني، هذا الموضوع لازم ينتهي. فكرتي منيح إيلين، هذا البيبي ابنه لسهيل. أنا اتخذت قراري أمي، رح بلش بحياة جديدة مع طارق. خايفة بعدين تندمي؟ ما رح أندم، ما عندي فرصة غير إنه أسس لحياة جديدة. يلا خلينا ننام أمي. تصبحي على خير. تلاقي الخير. نيفين بدك شي؟ انزلي لتحت شوي. غسان فهمني شو بدك تعمل بهيك وقت؟ لا تسألي، ممكن تعملي اللي طلبته؟ فهمني شو بدك تقول له لأحمد؟ بس قل له بتسمعي، يلا اتصلي. غسان أنت أكيد جنيت. نيفين اتصلي، اتصلي يلا لو سمحتي. Thank you.
الو احمد، لا تؤاخذني عم ضايقك بهذا الوقت، بس غسان بده يحكي معك بموضوع ومصر يقوله. الو خير غسان؟ احمد بكره لازم اشوفك ضروري، رح نحكي لو سمحت. ونيفين رح تجي، رح اقول حكي بخصكن انتو اتنين. طيب مثل ما بدك. وين بشوفكن وامتى؟ بكره الصبح بقهوة الاناضول، ممكن؟ ممكن. منيح، اكيد سمعتي. تصبحي على خير. سليمان. نعم يا بيك. ورد. أمرك سهيل بيك. ما فيك. يلا أمي خليني أجي معك. ما فيك. الله وفقك خليني أجي معك. ما فيك. تفضل. إيلين خانم موجودة؟ موجودة. إيلين شوفي. حضرتك إيلين خانم؟ أي نعم أنا. إلك معي هدية حضرتك. هاي الشاحنة؟ تفضلي معي شوي إذا بتريبي. هذا الورد بعته سهيل بيك لحضرتك إيلين خانم بمناسبة عيد الأم. بالإذن. نحن خلصنا. يسلموا تعبتكم معي بيوم عطلتكم، لا تواخذوني. ولا يهمك، بدك شيء تاني؟ يسلموا ايديكم. يلا بالاذن. خلونا نتحرك. بس يا خانم في حدا لازم يركب ورا. ايه
اركبوا خلونا نتيسر. يلا تحركي. لكن انتبهي. لوين امي؟ عالبسطة. بسطة شو سلفي علي؟ جميلة ما عم تقدر تبيع بضاعتها بالمحلات، كنان موقف بطريقة، رايحين يبيعوها بالبازار. والله هالجميلة طلعت داهية وما لها قليلة بالمرة. امشي كمال. أحمد. أهلين رزا، صباح الخير. صباح النور، صار لك كم يوم ما حكيتني، شغل بالي عليك. إيه والله كنت مشغول. وهلأ كمان أنا مستعجل شوي، حكاني غسان وبدو يشوفني. أها. وأنا رايح. شو رح يقلك يا ترى؟ رايح لشوف. أنا حابب وصلك بس. أنت ولا يهمك، روح على موعدك. الله معك. لا تأخذيني. لا أحمد، هلأ بتتأخر. شديها كتير وانتبهي تضربيها بشي. طيب. خلصنا مع فاية. شكرا كتير. استنوا برا انا شوي، بدي ادخل حمام. مانو المكان المناسب بس هذا اللي بيليق بمقامك. لا تتطلقي مني، ومصطفى كمان رح تتركي. عم تفهمي؟ انت كيف رح ينتبه على مصطفى ها؟ ما عندك شغل بنوم، لا مصاري ولا شيء. كيف رح تعيشوا؟ شو دخلك كيف رح اعيشوا وشو بدي اشتغل؟ هي مو شغلتك. خلصي اسمعي لك بس. خلاص مصطفى رح تعطيني اياه. عم تفهمي؟ رح تعطيني اياه ولا بيت لك؟ ديري بالك. أهلا وسهلا يا بيك. أهلا فيك. جيب لي قهوة سكر قليل لو سمحت. فورا يا بيك.
حبيت احكي معكم بنفس الوقت لارتاح. في حكي جواتي لازم لكم اياه. بالاول لانك رجعت زهرة على بيتها بتشكرك كثير احمد. انا ما عملت هيك شيء لا تتشكرني ولا مشان اي شيء. هذا اللي كان لازم يصير وعملته. واذا بدك تشوفني مشان هالشي ما كان في لزوم. ما بدي اشوفك مشان هالشي. انا حبيتني فين كتير. حبيتك كتير احمد. والحب عمالي عيوني ولحتى اوصل لها عملت شغلات كتيرة واغلبها كان شي مانو منيح. بس كل اللي عملته كان لاني بحبها. بكفي الشي اللي سمعته. بكفي احمد. عود. انا بعرف قديش انت بتحبها لنيفين. عود اذا سمحت. انت اللي كنت محظوظ احمد لانه نيفين حبتك الك غسان وما حبت غيرك بنوب. انا اتخذت قرار. انتوا اتنين مكانكم جنب بعض. انا تقبلت هالفكرة يمكن بوقت متأخر. رح طلقها لنيفين. وزهرة رح تبقى مع نيفين. ما بدي غير انه بعتذر منكم اني شوف بنتي برياحة. هذا هو طلبي. ممكن؟ ممكن. طيب دير بالك عليها احمد. دير بالك. غسان مرحبا.
كنت عم بصر لهيك ما انتبهت انك وصلت. تفضل اقعد. شو طلع لك؟ ما في حظ، بس بعرف هذا الشيء من قبل. بتحب تاخذ شيء؟ باخذ بعد شوي. بشو بدك تحكي معي طارق بيك؟ بدي اسالك شوية اسئلة. وبس تجاوبني عليها بقول لك. بس ان شاء الله يكون عندي اجوبة لاسئلة حضرتك. بتمنى هالشي. صار عندي فضول حتى انا اعرف. تفضل اسال. انت ليش تركتها لإلين؟ بهذا الوضع يا ترى شو لازم اعمل؟ أنا عندي جواب على سؤالك، ولنفترض أني طلبت الاحتفاظ بالإجابة شو رح يصير؟ أنا مصر أني أعرف، وأنا ما رح أقلك. سهيل بيك، أنت تركت لإلين بيوم عرسكن، وهذا الشيء أكبر إهانة لأي بنت. وبعدين قلت ما عادت موجود، ووقت أمنتني عليها وكنت رح تسافر لبعيد كتير، ولما سمعت انه إلين حامل رجعت من جديد وطلعت بحياتها. انت لشو بدك توصل؟ انا بحب إلين كتير، حبيتها. لكان ليش تركتها؟ جاوبني على سؤالي. ليش هيك تركتها بيوم عرسها؟ فهمني، ليش اجيت وامنتني عليها وليش رجعت طلعت بحياتها؟ اللي بحب مستحيل يعمل هيك شيء، عم تفهم؟ لا بيعمل، لما بيكون مضطر بيعمل. لا انا ما كنت عملت هيك. لا بتعملها، لما يكون الظرف اقوى منك رح تعملها. ولو انت انجبرت لتعمل هيك شيء انا متاكد رح تعمل مثل ما عملت انا بالضبط. شو بتعمل اذا قررت تتزوج من الست يلي كانت بيوم من الايام مرت اخوك وتطلقت، واخوك هذا يلي بيحبك اكثر من حاله طلق مرته بسببك انت، بيوم عرسك بيبعت وراك وبيقول لك اخي انا بدي اهديك هديه عرسك، وقدام عيونك بيحط المسدس براسه وبيقوس ودمه وبيعبي ثيابك. كنت عملتها، وانا رغم كل شي صار رحت على العرس وثيابي فيهن ريحه اخي ودمه اللي معلق على طقمي، وقعدت على هديك الطاوله وحمل كبير قد جبال على كتافي حطيته. صدقني يا طارق، لو انت مكاني كنت هربت. لا تحكم علي، ما حدا ابدا بيحكم علي بهيك ظرف. شو صار لك؟ ليش سكتت يا طارق؟ ها؟ لانه مو صاير معك هيك شيء. انا حكيت جزء بسيط من اللي صار معي وعشته. شو صار لك؟ ليش انربط لسانك؟ يعني إلين بتعرف هالحكي؟ يعني كيف مات أخوك؟ لا ما بتعرف. سهيل بيك، إلين ولا بلحظة واحدة حبتني، هي لساتها بتحبك بس عم تحاول تخبي، وعم تعمل المستحيل لحتى تقدر تنساك، وأنا بعرف إنها مجنونة بحبك. الولد اللي بطنه مانو مني، هذا بيكون ابنك. يعني يلي حكيت لك يا هلا فيك تقوله لإلين، لأنه ما عندي مانع ترجعوا لبعض وما نتزوج. بتشكرك. لا تتشكرني إلي،
متشكره إلها. انا كتير حبيتها وما بدي اياها تتعذب. دير بالك عليها منيح، لا تتركها بعد اليوم. ما رح اتركها مره ثانيه ابدا. بتشكرك من كل قلبي. سهيل بيك، إيلين كتير متضايقة منك ومكسور قلبها، خليني أحكي معها بالأول. أنا ماني مصدق إمتى بدي أشوفها وأحكي معها. اسمعني، نحن اتفقنا بكرة نبلش بأوراق الزواج، خليني أنا أحكي معها قبل، صدقني هيك أحسن إلك، ورح حاول مهدلها مشان ترضى تحكي معك. خطر على بالي فكرة. يلي لقينا. لا هيك ما بيصير يا اختي. شو ناوية تسكري لي باب رزقي يعني؟ روحي لاقي لك محل تاني تبسطي فيه. يلا روحي، يلا معك. طيب ماشي، امشي يلا. يلا يلا لا تواخذنا، ما انتبهنا. ها ليكو هنيك، هنيك جميلة. يلا بسرعة. منيح، تعوا بسرعة. ايه الحمد لله فاضي. يلا هو أخيرا لقينا أرنيه. ها مشي الحال. خالة وين عثمان؟ بدنا نلعب بالطابة. اجيت لقني. اجيت اجيت. يلا امشي بسرعة. يلا يلا روح روح. يلا على الصريح. وين عرس؟ وين عرس؟ وين عرس؟ وين عرس؟ وين عرس؟ يلا وقفوا يا شباب. يلا توزعوا بسرعة. يلا وين عرس؟ يلا 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 لهون. يلا مين مع مين؟ انت معي. جيب الطابة. ماشي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة ستة ستة سبعة سبعة ثمانية ثمانية تسعة تسعة. يلا 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 تفضلي شوفي هالكنزة. بديش هالكنزة؟ هاي بتناش ونص. لا كثير غالية. بس هي بضاعة نخب أول، بالمحلات ضعف حقها. إيه طالما هيك ليش عم تبيعي بالبازار؟ بتناش ونص. غالية كتير. يعني شبه بضاعتنا بالله. ليش ما حدا عاجبه شي؟ شكلهم ما بيحبوا البضاعة المنيحة. شو هالعالم هيك؟ يستفلوا هنن الخسرانين. عنا كنزات نخب أول. جميلة، انت شو عم تعملي هون؟ انا سمعت انك فتحتي مشغل لحالك. ايه مزبوط، فتحت مشغل واصلا هالبضاعة منه، وبدل ما ابعتهم على المحلات انا عم بيعهم. وكيف البيع؟ ماشي الحال. طب خليني اشوف الكنزات يلي عندك. بديش هاي؟ انت ليش بدك تشتري من عندي؟ خلصيني قولي لي بديش. ب 12 ليرة ونص. ها ليكي رح اعطيكي ضعف حقها. خدي. ولشو هدول بقى؟
خديهم هلا. سمعت انه بنتك صاير معها قصة، بعرف محتاجة للمصاري، يلا خديهم. رجعي مصاريكي وروحي من هون. أنا بس قصدي المساعدة. اسمعي، لا أنا ولا بنتي بحاجة مساعدة من حدا، عم تفهمي؟ خدي مصاريكي انقلعي من هون، يلا لشوف. لحق علي، العمش وراسك كبير، بلا على شو شايفة حالك أنتِ؟ شي حلو. لهلا مو مصدقة. شو مانك مصدقة؟ ما عم صدق انه غسان رح يطلقني ورح يترك زهرة عندي. مو معقول، كأنه حلم. أنا حاولت كثير انه تكوني معي، ويمكن غسان تعب ومل منا، وبالأخير هو اضطر يتقبل الحقيقة. نحن لبعض نيفين، أنا وأنتي، وغسان فهم. صح أخذ شوية وقت وكمان عذبنا، بس ليكنا أنا بتمنى له السعادة. هو بحاجة حدا يحبه ويطلع الإنسان المنيح يلي جواته. شوفي، ليش اجيت؟ قدروا ياخذوا زهرة منك وما زبطت معك وخسرتني هالمرة. غسان ابني. أكرم بيك بابا، اسمعني كتير منيح، رح طلق نيفين بس أصحك تحلم أرجع لعندك، وزهرة رح تضل عند أمها. ما خلصت؟ إذا فكرت تلمس شعرة وحدة من راس زهرة أو فكرت تخطفها مرة تانية، قسماً بالله وقتها لأخنقك بإيدي وما أتركك لحتى تموت.